المحلية مع حضراتكم ونكمل أخبارنا المحلية، إنه اعتمد خلاص مسؤول اتحاد الكرة تعيينات رؤساء اللجان المنظمة في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، ده طبعا للمجموعات الثلاثة القاهرة الإسماعيلية اسكندرية، وهي البطولة طبعا بتصرفها مصر خلال فترة من 19 فبراير حتى 12 مارس المقبل، والمؤهلة كمان لبطولة كأس العالم 2023 بإندونيسيا. بيتولى وليد العطار منصب مدير البطولة، بينما بيتولى عامر حسين عضو تابع مجلس الاداره اتحاد الكره المصري رئاسه اللجنه المنظمه لمجموعه الاسكندريه، فيما بيتولى محمد شيحه مجموعه الاسماعيليه ودكتور حاتم سرور لمجموعه القاهره. تقام البطوله كمان في مصر خلال شهر فبراير المقبل بمشاركه 12 منتخب. ال 12 منتخب هم نيجيريا، بنين، السنغال، جامبيا، زامبيا، موزمبيق، اوغندا، جنوب السودان، تونس، وسط افريقيا وجمهوريه الكونغو، بكانت طبعا مصر البلد المستضيف. واسفرت كمان قرعه بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 20 سنه عن وقوع منتخب مصر للشباب في المجموعه الاولى اللي بتضم كل من المنتخب الموزمبيق والسنغال والنيجيريا. وبتستضيف مصر، عايز اقول لحضراتكم، بطوله كاس الامم الافريقيه اللي تقام على ثلاث ملاعب في القاهره واسكندريه وهيئه قناه السويس في الاسماعيليه. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في الفترة القادمة. مع قرار طبعا إدارة نادي سيراميك كليوباترا خلاص بتوجيه الشكر للمدرب أحمد سامي، ترددت بقى أسماء، ومن أبرز الأسماء في الفترة الأخيرة الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لنادي وفاق الصيف الجزائري، والمدير الفني طبعا السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر العديد من الأندية، من أجل طبعا إمكانية تدريب سيراميكا كليوباترا خلال المرحلة القادمة. مصادرنا أكدت كمان إن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة بين الطرفين، ليصبح الكابتن حسام البدري قريب من تولي مهمة المدير الفني الجديد لفريق سيراميكا كليوباترا. وكانت آخر طبعا مباراة خاضها سيراميك كليوباترا تحت قيادة المدرب طبعا أحمد سامي أمام كان طلاع الجيش، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. ومن المقرر أن يواجه سيراميك كليوباترا فريق بيراميدز يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري العام المصري الممتاز. ومن سيراميك كليوباترا اللي أقال طبعا مدربه إلى نادي سموحة اللي برضو أقال مدربه كابتن طارق العشري. الخبر اللي معانا كمان، منح طارق العشري لاعبي فريق طبعا سموحة راحة لمدة 24 ساعة لحين عقد جلسة مع إدارة مسؤولي الفريق السكندري لإنهاء التعاقد بينهم وتوجيه الشكر له بعد الهزيمة طبعا من بيراميدز في الدوري بهدفين مقابل هدف. ينتظر كمان طارق العشري يعني جواب الشكر وإقالته من تدريب سموحة عشان يتمكن من قيادة فريق آخر في بطولة الدوري، وده اللي جعله طبعا يرفض تقديم استقالته حتى الآن من الفريق بعد التصريحات طبعا المتبادلة طبعا كانت بينه وبين رئيس النادي. وأكد طارق العشري كمان إن مواجهة بيراميدز هي الأخيرة لي مع الفريق السكندري واللي انتهت طبعا زي ما قلت لحضراتكم بالهزيمة بهدفين مقابل هدف. وقال كمان الكابتن طارق العشري، قال ان ابلغت اللاعبين ان هذه المباراه هي الاخيره لي مع الفريق واكتفيت بهذه المرحله اللي قدمتها مع سموحه، وانتظر بقى جواب الشكر من اداره نادي سموحه على هذه الفتره، ولو تم طبعا توجيه الشكر لي ساتواجد في مران الفريق غدا استعدادا لمواجهه امبي المقبل. يبقى كابتن طارق العشري طبعا بهذا التصريح رافض تماما الاستقاله، موافق فقط بالاقاله عشان يتمكن طبعا من قياده اي فريق اخر في بطوله الدوري. عايز اروح دلوقتي لاخبار نادي الاسماعيلي، وبينتظر طبعا محمد الشامي مهاجم الفريق في تدريبات فريقه الجماعيه النهارده الاربعاء استعدادا طبعا لمواجهه الداخليه بعد ما ادى اللاعب كان امبارح تدريبات كانت استشفائيه يعني عشان يتخلص من كدمه كانت في الركبه وجزع كمان في اربطه الركبه للاعب. بيحرص كمان الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم نادي الاسماعيلي بقياده طبعا كابتن احمد حسام ميدو على دراسه فريق الداخليه، بيدرسوا بالفيديو من اجل الوقوف على اهم نقاط القوه والضعف في الفريق المنافس. وحذر كمان المدير الفني طبعا ميدو لاعبيه من خطوره الجانب الهجومي لفريق الداخليه، خاصه انه يعني خسر مباراته الاخيره امام فريق المقاولون العرب بصعوبه شديده جدا وفي الوقت كمان القاتل. وبيستعد نادي الاسماعيلي لمواجهه الداخليه المقرر ليها الساعه 5 مساء يوم الجمعه على استاد الاسماعيليه ضمن منافسات الجوله 16 لمسابقه الدوري العام المصري الممتاز. زي ما قلت لحضراتكم نادي الاسماعيلي بيحتل المركز الاخير بجدول الدوري برصيد 9 نقاط بعدما لعب 15 مباراه حتى الان، حقق الفوز في لقاء وحيد
وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 مباريات. سجل لاعبي نادي الإسماعيلي 9 أهداف وتلقت شباكهم 19 هدف. طبعا موقف صعب جدا لنادي الإسماعيلي، ومش دي طبعا مكانة نادي الإسماعيلي. تمام، كانت الإسماعيلي تكون من ضمن الأربع فرق الكبار تاريخيا. نتمنى إن شاء الله نادي الإسماعيلي يعني يرجع لسابق عقده، ونتمنى ليه كل التوفيق، والكبوة دي يعني تنتهي سريعا. ده اللي احنا نتمناه، وكلنا طبعا في ظهر نادي الإسماعيلي وكل الأندية الجماهيرية الفترة القادمة. عايز أكمل أخبارني المحلية، وعلى خلفية طبعا الحكم مارك كلاتنبرج اتكلم طبعا عامر حسين مسؤول عن المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، إن خليفة مارك كلاتنبرج في رئاسة لجنة الحكام قال إنه هيكون أجنبي. خلاص ده اللي حسمه عامر حسين. وقال كمان عامر حسين عقدنا اجتماع كان مع كلاتنبرج في وقت سابق، وتم الاتفاق على بعض يعني الأشياء، منها إبلاغنا قبل السفر وكيفية العمل يعني على تحسين أداء الحكام. وتابع هناك أسماء فعلا مرشحة لخلافة كلاتنبرج وكلها أجنبية، وقال إن هنعقد اجتماع اليوم الأربعاء لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن. وواصل كمان نأمل في إنهاء بطولة الدوري الممتاز في وقت مبكر حال طبعا عدم حدوث ذلك في اللائحة، حسم المتأهلين دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لم تتغير حتى الآن. وحسم كمان الاتحاد الكرة المصري المتأهلين للبطولات الإفريقية في الموسم الماضي طبعا يعني طبعا النتائج اكيد الدور الاول من الدوري، وده معناه تمام انه الامور يعني استمرت بالشكل ده لنهايه الدور الاول. هيبقى المتاهلين لدوري الابطال الاهلي وفيوتشر، المتاهلين لبطوله الكونفدراليه الافريقيه بيراميدز والمقاولون العرب. اعتقد يعني الامور وارد جدا جدا ان هي تتغير قبل نهايه الدور الاول، وافتكر اكتر يعني ان الدوري هيمشي بانتظام للنهايه، واختيار الفرق هيكون بناء على النتائج الاخيره. يعني نتمنى إن شاء الله الأمور دي يتم حسمها في أقرب وقت.